أهلا بكم من جديد. عاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من مملكة تايلاند، وكان في استقبال سموه بالمطار عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وسمو محافظ المحافظة الجنوبية والمسؤولين بالمملكة والقائمة بأعمال سفارة مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد غادر مملكة تايلاند بحفظ الله ورعايته بعد زيارة استغرقت عدة أيام. وقد كان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار مبعوثا رئاسيا ممثلا لملك مملكة تايلاند وممثل عن الحكومة التايلاندية وعدد من المسؤولين بالحكومة التايلاندية، رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.